هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية وبهذه العشر وما بعدها من أيام التشريق. ثانياً، الأضحية كما تسن للمقيم تسن للمسافر عند جماهير العلماء، وذلك للدليل كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثوبان: أصلح لنا لحم هذه الشاة. فقال ثوبان رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، قال رضي الله عنه: فما زلت أطعمه حتى قدمنا المدينة. فدل هذا على مشروعية الأضحية لمن كان مسافراً.